السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبارك عيدكم، كل عام وأنتم بألف خير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه تحية خالصة مني لجميع الزملاء في قناة الأنيس. نقول لكم مبروك عيدكم، وشي اللي راكم تقوموا به عمل جبار، لأنكم تعملوا في عمل إعلامي هادف. أجارنا الله وإياكم من هذا الوباء وكل الأمة الإسلامية والأمة الجزائرية بصفة خاصة. تحياتي لجميع الزملاء، تعيدوا بالصحة والهنا إن شاء الله لكل الأمة الجزائرية والإسلامية بصفة عامة. بسم الله الرحمن الرحيم. ساكنة تندوف، عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بألف خير. نسأل الله العلي الكريم في هذا اليوم الكريم المبارك أن يرفع عنا وعن أمة محمد هذا البلاء. كل عام وأنتم بألف خير. مبروك عيدكم، سعيد وتعاودوا قبل العام الجاي. بسم الله الرحمن الرحيم. عيد مبارك لسكان ولاية تندوف، لجميع الجزائريين، للأمة الإسلامية جمعاء. كل عام وأنتم بخير، ينعاد علينا بالصحة والعافية، اللهم ارفع عنا هذا الوباء. وشكرا جزيلا لقناة الأنيس وصحفيها المتميزين، وبارك الله فيكم. صحة عيدكم، كل عام وأنتم بخير. عيدكم مبارك، وغفر الله لنا ولكم، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم اجعل هذا العيد عيد محبة، وعيد بركة، وعيد وئام، وعيد سلامة وعافية على الأمة الإسلامية وعلى الشعب الجزائري خاصة. مبروك عيدكم، كل عام أنتم بخير، عقوبة القابل إن شاء الله، اللهم تقبل منا ومنكم، اللهم ارفع عنا هذا الوباء والبلاء يا رب العالمين، تعيدوا وتعاودوا إن شاء الله بالصحة والهناء. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليه وسلم المرسلين. مبارك عيدكم، تعيدوا وتعاودوا، عقوبة القابل عن قابل إن شاء الله، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. الذي تبعث فينا نشوة.